بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي الذي يتولى الإجابة عن جميع أسئلتكم واستفساراتكم الدينية. وفي حلقتنا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فنرحب به أيضا. وهذه الرسالة الأولى بعث بها المستمع محمد طاهر عطية من الرياض، يقول في سؤاله الأول: قال الله تعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الآية. يقول: ما معنى هذه الآية، وهل المقصود بقوله من بيوتهن إذا كانت ملكا لهن أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الآية هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له، ثم وجه الخطاب إلى الأمة، فقال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم. وقد ورد تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا ما يسمى بطلاق السنة. نعم. أن يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يجامعها فيه. وفي هذا النهي عن طلاقها في غير هذه الحالة، يعني يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه. وإذا كانت حامل؟ أما إذا استبان حملها فإنه يطلقها إذا طلقها في طهر جامعها فيه وقد استبان حملها، فلا مانع من ذلك. أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبن حملها، فهذا هو طلاق السنة أيضا. نعم. وهو الذي أمر الله أن تطلق له النساء: طلقوهن لعدتهن. نعم. قوله تعالى: وأحصوا العدة، أي تقيدوا بها بأن لا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها. والعدة كما بيّنها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة البقرة أن الحائض تعتد بثلاث حيض، وفي هذه السورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل. نعم. طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لتقواه التزام هذه الأحكام التي بيّنها، لأنها من مصالح العباد وهي عبادة لله سبحانه وتعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه. لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى أن تخرج المطلقة من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها، ففيه مشروعية اعتداد المطلقة في بيت الزوجية وأن لا تخرج منه، لأنها إن كانت رجعية فإنها زوجة لها حكم الزوجات، ولعل مطلقها أن يراجعها، تكون الفرصة مهيئة للرجعة التي يرغب فيها الشارع. نعم. فيها مصلحة. وإن كانت بائنا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل تجب لها السكنة أو لا تجب. وظاهر الآية أنها أيضا تجب لها السكنة، والمسألة فيها خلاف. نعم. أما الرجعية فلا خلاف في أنها تجب لها السكنة لأنها زوجة والنفقة. نعم. والنفقة لأنها زوجة. ولا يخرجن إلا أن يأتين، يعني أنتم لا تخرجوهن أيها الأزواج، وهن لا يخرجن بأنفسهن، هذا نهي لهن. نعم. بعدما نهى الأزواج عن إخراجهن نهاهن عن الخروج بأنفسهن برغبتهن، يعني برغبتهن. نعم. إلا يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة قيل هي الزنا، وقيل هي البذاءة باللسان، يعني يحصل منها بذاءة على الزوج أو على أهل الزوج، سب يعني وشتم، سب أو شتم أو غير ذلك. نعم. فإنها حينئذ يسوغ إخراجها من بيت الزوجية. إلا يأتين بفاحشة مبينة، والآية عامة للفاحشة المبينة
مبينة سواء كانت زنا أو بذاءة أو غير ذلك. تلك حدود الله أي أحكامه التي حددها وبينها لعباده، فالتزموها ولا تتعدوها. من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، حيث إنه عصى الله سبحانه وتعالى وعرض نفسه للعقوبة، لعقوبة المخالفة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تدري لعل الله يحدث رغبة في الرجعة بعد الطلاق، ويحصل من الزوج أن يراجع زوجته ويرغب في بقائها في عصمته، ويكون هذا مما أحدثه الله سبحانه وتعالى بعدما حصل من الطلاق والنفرة عادة المودة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إلى آخر الآية. فدلت هذه الآية على تحريم طلاق البدعة، أو الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه ولم يتبين حملها. وكذلك دلت على تحريم طلاق ثلاث بلفظ واحد لأنه بدعة، وشرعت للمسلم أن يطلق في حالة يباح له فيها الطلاق شرعا، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو في حالة ما إذا كان جامعها في الطهر ولكن تبين حملها فحينئذ يجوز له طلاقها. ودلت على سكن المعتدة في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها، ودلت على تحريم إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة، ودلت على وجوب التقيد بالعدة فلا يزاد فيها ولا ينقص. عرفنا أن طلاق البدعة هو الذي يكون في طهر جامعها فيه أو في حال الحيض، وهذا لا يجوز، لكن إذا صدر الطلاق في هاتين الحالتين فهل يقع أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه يقع. لأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. السؤال الثاني للأخ محمد طاهر يقول: ما معنى قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ ذكر الله في هذه الآية ثلاثة أنواع من المعتدات. النوع الأول اللائي يئسن، يعني يئسن من الحيض، الآيسة التي بلغت سن الإياس، يعني بلغت 50 سنة، فهذه تعتد بالأشهر، عدتهن ثلاثة أشهر، يعني كل شهر بدل حيضة، لأن الحيض تعدد بثلاث حيض كما في قوله تعالى في سورة البقرة: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض. فالتي لا تحيض تكون عدتها ثلاثة أشهر بدل ثلاث الحيض. والثانية اللائي لم يحضن مثلهن الصغار، وهن الصغار اللاتي لم يبلغن سن الحيض، إذا طلقن في هذه الحالة هن مثل الآيسات، يعتدن بثلاثة أشهر لأنهن لا حيض لهن. والثالثة المطلقة الحامل، هذه عدتها بوضع الحمل ولو بعد الطلاق بلحظة ولو بفواق ناقة. فإذا وضعت حملها بعد الطلاق فإنها تخرج بذلك من العدة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا هو أصح قولي العلماء. للأخ سؤال الأخير يقول: قال الله تعالى في سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يقول: ما معنى هذه الآيات، ومن هم هؤلاء القوم الذين لم ينذروا، مع أن الله يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين، الصحيح أن هذا من الحروف المقطعة في أوائل السور، والله جل وعلا أعلم بمراده بها. والقرآن الحكيم هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالقرآن الذي هو كلامه وآياته التي أنزلها، وهو يدل على عظمة هذا القرآن لأن الله أقسم به. والحكيم معناه المحكم الذي لا يعتريه نقص ولا يعتريه تناقض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنك لمن المرسلين، هذا هو المقسم عليه. أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الحكيم على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين، ففي هذا إثبات الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، وأنه
أنه أثبتها وأقسم عليها جل وعلا. نعم. على صراط مستقيم، أي أنك أيها الرسول على طريق واضح وطريق صحيح هو صراط الله سبحانه وتعالى. تنزيل العزيز الرحيم، أن هذه الرسالة وهذا القرآن من الله عز وجل، فهو الذي أرسل هذا الرسول وهو الذي أنزل هذا الكتاب، هو العزيز يعني القوي الذي لا يغالب، الرحيم بعباده جل وعلا. نعم. والحكمة في ذلك في إنزال هذا القرآن وفي بعث هذا الرسول لتنذر قوما، يعني لتبين لهم وتخوفهم بالله عز وجل وتنبههم على طريق الصواب وطريق الهدى وتحذرهم وتنذرهم من طريق الشرك وطريق النار، والمراد بهؤلاء القوم العرب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم أصالة وغيرهم تبعا، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم بعث لجميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فرسالته عامة. نعم. وإن كان قد بعث في العرب فهو صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الجن والإنس، رسالته عامة عليه الصلاة والسلام، ولكنه بدأ بإنذار العرب، وهذا من التدرج في الإبلاغ. نعم. والتدرج في تبليغ الرسالة، فهو يبلغ العرب ويبلغ غيرهم، ولهذا كتب صلى الله عليه وسلم إلى الملوك إلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام لأنه رسول إليهم. نعم. ما أنذر آباؤهم، لا منافاة بين هذا وبين ما ذكره السائل من أن الله قد بعث في كل أمة رسولا، لقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم. لأن العرب لم يأتهم بعد إسماعيل عليه السلام رسول منهم، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبعث في العرب رسول بعد إسماعيل إلا ابنه محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود بالنذير هنا يعني من بينهم أو منهم. نعم. نعم. وإن كان بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام ودعوات الأنبياء، لكن رسول منهم لم يبعث منهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم، يعني وجب عليهم العذاب بكفرهم وعنادهم لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم استجابتهم لدعوته، فبذلك حقت عليهم كلمة العذاب، فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب. نعم. هذه الآيات كلها إلى قوله إنما تنذر كلها في حق المعاندين الذين عرفوا الحق وبلغتهم الرسالة فاستكبروا وعاندوا واستمروا على عبادة الأصنام ودين الآباء والأجداد وزهلوا بالحق الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن الله جل وعلا ختم على قلوبهم عقوبة لهم وحق عليهم العذاب فلا مناص لهم من ذلك، وعميت بصائرهم فمثلهم مثل الذي غلت يداه إلى عنقه وارتفع رأسه ونظره وصار يمشي بين سدين، إن تقدم تعثر بالسد الذي أمامه وإن تأخر تعثر بالسد الذي خلفه، اجتمع عليه عدة أمور. أولا أنه مقمح، بمعنى أنه مرتفع الرأس بسبب الغل الذي في عنقه فلا ينظر إلى ما تحته، وثانيا أن أمامه سد ومن خلفه سد، وأن الله أغشى بصره فلا يبصر ما حوله. وهذا بسبب أنهم أعرضوا عن آيات الله ولم تصل إلى شغاف قلوبهم ولم يصل نورها إلى أفئدتهم، فهم صاروا في ظلمات وفي تردد وفي زيغ والعياذ بالله. وهذا يحصل لكل من خالف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واستكبر عن دعوته إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل طه نوري أحمد، سوري يدرس الطب بجامعة بلغراد يوغوسلافيا، يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فما معنى هذه الآيات وما المقصود
بالإفساد في الأرض مرتين وهل قد مضت مرتان؟ وما معنى قوله فجاسوا خلال الديار؟ وماذا يفهم من هذه الآيات؟ قول الله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل أي أخبرناهم. نعم. أي أخبرناهم وبينا لهم أنهم سيحصل منهم إفساد في الأرض بالكفر والمعاصي وقتل الأنبياء، أو حي قضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض يعني بالمعاصي والكفر والإلحاد مرتين. المرة الأولى حصلت ثم إن الله سبحانه وتعالى عاقبهم. نعم. إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، بعث الله عليهم عدوا من الكفار، من كفار المجوس أو من غيرهم، فقتلوهم شر قتلة واستباحوا بلادهم وديارهم عقوبة لهم لما أفسدوا في الأرض. هذا حصل عليهم المرة الأولى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعاد الكرة لبني إسرائيل ونموا وأعاد لهم قوتهم، ثم جعلنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بعدما عاقبهم الله سبحانه وتعالى على الإفسادة الأولى من عليهم بأن أعاد لهم قوتهم وعزتهم وكثرة الغنى والأولاد، ثم إنهم لم يقيدوا نعمة الله بالشكر وعادوا إلى إفسادهم مرة ثانية فأفسدوا في الأرض مرة ثانية. عند ذلك بعث الله عليهم عدوا آخر أيضا استباح بلادهم وأهلك الحرث والنسل ودخل المسجد الذي هو بيت المقدس كما دخله العدو الأول، ليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا أي ليتبر هذا العدو ويفسد ما حصل لكم في هذه الفترة من النشاط والعمران وكثرة الأموال والأولاد، ليتبر ذلك ويقضي عليه عقوبة لكم. فإذا جاء وعد الآخرة يعني المرة الثانية وهي الإفساد في الأرض يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. نعم. فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية عن بني إسرائيل أنهم حصل منهم إفساد في الأرض مرتين، وهذا في الزمن الماضي. نعم. حصلت الإفسادتان والعقوبتان في الزمن الماضي، ثم توعدهم أنهم إذا كرروا هذا فسيعيدوا لهم العقوبة إلى يوم القيامة، وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. نعم. هذا وعيد من الله أنه كما أنه عاقبهم على المرتين الأوليين فهو كذلك سيعاقبهم كلما أفسدوا في الأرض. نعم. إلى آخر الدنيا. وهذا واقع ومشاهد أن اليهود ما زالوا يسلط عليهم الجبابرة ويسلط عليهم عدوهم كلما حصل منهم علو في الأرض وإفساد في الأرض، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب الذي يفسد في الأرض وينشر الفساد فيها ويتكبر على العباد. نعم. هل الإفسادتان لهما حادثتان معينتان أم مجمل أعمالهم؟ الله سبحانه وتعالى لم يحدد نوع الإفسادتين. نعم. ولكن من المفسرين من قال إنهم قتلوا المرة الأولى شعيا نبيا من أنبيائهم. نعم. وفي المرة الثانية قتلوا يحيى بن زكريا عليه السلام، وهذا صحيح أنهم قتلوا الأنبياء. نعم. ذكر الله عنهم أنهم يقتلون الأنبياء، فهذا من أعظم الإفساد بلا شك. نعم. والحاصل أن هؤلاء اليهود كلما حصل منهم إفساد فإن الله يكرر عليهم العقوبة وتسليط العدو عليهم في المرتين الأوليين وفي كل ما حصل ذلك منهم، كما في قوله وإن عدتم عدنا، وهذا مطلق إلى يوم القيامة. نعم. قوله تعالى في آخر الآية فإذا جاء وعد الآخرة، معناها المرة الثانية يعني المرة الثانية. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمعة ماريا من العراق التأميم، تقول إنها كانت تعتنق الديانة المسيحية، وحين ذاك تقدم إليها شاب مسلم يرغب الزواج منها، فرفض والدها الموافقة على هذا الزوج، ولاقتناعها بهذا الرجل ورغبتها في الارتباط به هربت من بيت والدها وذهبت إلى هذا الرجل وتزوجته، وبتأثير منه دخلت في دين الإسلام. وبما أن زوجها هذا كان جنديا في الجيش فقد قتل في الحرب العراقية الإيرانية، وبعد ذلك طلب والد زوجها منها الخروج من بيتهم علما أن لها طفلة ويريد منها أن تذهب إلى أهلها، مع أن أهلها يرفضون عودتها إليهم إلا بعد أن تعود إلى المسيحية. وهذا ما
لا تريده ولن تفعله أبدا، وقد أجبروها على أن تستأجر دارا من راتب زوجها الذي تستلمه شهريا وتسكن فيها مع ابنتها الصغيرة، ولكنها تخشى على نفسها بسبب سكنها وحدها دون رجل، لذا فهي تسأل أولا عن حكم زواجهما بالصورة الآنفة الذكر، وثانيا عن موقف والد زوجها معها بعد وفاة زوجها، وثالثا عن حكم سكنها في بيت وحدها دون رجل معها بصفة شرعية. أولا نحمد الله عز وجل أن هداك للإسلام ونسأله أن يثبتنا وإياك عليه. وأما بالنسبة لحكم الزواج الذي حصل، هذا لا ندري عن كيفيته التي تم العقد عليها. نعم. فإذا كان العقد تم بولي شرعي وأخذ الصورة الشرعية فالزواج صحيح، وإذا كان خلاف ذلك فهو غير صحيح، لكن ما دام أنه مضى وانتهى ليس لنا دخل فيه. نعم. وأما قضية أن والد زوجها حصل منه إساءة إليها فلا ينبغي هذا، ينبغي لوالد زوجها أن يحسن إليها، لا سيما وأنها غريبة وأنها مسلمة وأن أهلها كفار، ويخشى إذا ذهبت إليهم أن حولوها عن دين الإسلام، فلا يجوز لأبي زوجها أن يتحداها هذا التحدي السيء، بل يجب عليه أن يحسن إليها وأن يبقيها في بيت حوله ويراقبها ويراقب ابنه التي معها، هذا الواجب على أبي زوجها. ثم وأما بالنسبة لبقائها في زوج في بيت وحدها بدون زوج فهذا لا ينبغي لها، ننصح لها أن تتزوج ليتم لها الصيانة والحماية والاطمئنان، ولتستغني أيضا عن الذهاب إلى البلد الذي جاءت منه والخطر من الردة، ننصح لها أن تتزوج. نعم. ويتولى تزويجها الحاكم الشرعي، المحكمة، القاضي الشرعي، يتولى تزويجها القاضي الشرعي. نعم. في هذه الحالة، لأن أباها ليس له عليها ولاية، ما دام أنه كافر وهي مسلمة ليس له عليها ولاية، وإنما يتولاها القاضي الشرعي. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا أيها الأخوة. كانت رسالة السائلة ماريا من العراق التميم آخر الرسائل التي استعرضناها في حلقتنا اليوم، وقد سبقتها رسالة الأخوين محمد طاهر عطية من الرياض وطه نوري أحمد سوري يدرس الطب بجامعة بلغراد يوغوسلافيا. عرضنا هذه الرسائل على الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فشكرا له على إجابته، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء والسلام عليكم.